من غررتموه، المغرور من غررتموه، يا ليتها كانت كفافا لا لي ولا علي، يا ليتني ألقى الله لا حسنات ولا سيئات، ما بشيء. يقول عبد الله ابنه، يقول كنت واقفا كلما شرب اللبن يطلع مع الجرح ينزل من بطنه كل دم، فقال له يا عبد الله ترب ابنه، قال انزلني وضع خدي على الأرض على التراب. يقول عبد الله ما سمعت، كأني يعني قلت أكيد مريض وما يدري ايش قاعد يقول. قال يا عبد الله المرة الثانية ضع خدي على الأرض، كأني ما أسمع. فلما أنزله، فلما قال له المرة الثالثة علمت أنه يعني ما يريد. يقول فأنزلته ووضع خده على التراب ودمعت عيناه، ثم قال عمر ويل لي ويل لي وويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي المبشر بالجنة إن لم يغفر لي ربي الذي رؤي قصره، ويل لي إن لم يغفر لي ربي الذي فتح الله به البلاد شرقا وغربا. يقول ويل لي إن لم يغفر لي ربي. توفي عمر، يقول أحد الشعراء عن عمر يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. عمر توفي في ذلك اليوم، فاضت روحه إلى بارئها. عمر مات وانكسر الباب، ومنذ مقتل عمر إلى اليوم ما سلمت الأمة من فتنتها. منذ مقتل عمر بدأ السيف في هذه الأمة، وإلى هذه اللحظة لم يرفع بينها وبين بعض، والأمم عليها. عمر أطفأ نار المجوس، عمر أنهى حكم قيصر، عمر اهتزت الدنيا في خلافته، عمر دخل الناس في عهده أفواجا في دين الله جل وعلا. ولكن لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هذه نهاية قصة عمر، وهناك قصص كثيرة تركتها في حياة عمر وصفحات كثيرة، لأني أظن أن الأذان اقترب أو دخل الأذان. نقف عند هذه يعني اللحظة، وعندنا أيضا موقف راح أذكر بين الأذان والإقامة، لأنها من أحلى المواقف التي مرت في حياة عمر، وفيها عبرة تربوية جميلة جدا. قصة هي، اسمعوها منا بعد الأذان إلى الإقامة إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. في خلافة عمر كان يمشي، طبعا عمر معتاد على متابعة الرعية، شاف رجل كبير اسمه أمية ويكنى بأبي كلاب، شاف عمر جالس ينظر إلى الحمام إلى الطير ويبكي، ايش في يبكي هذا الرجل؟ سأل عمر عنه، ما باله؟ طبعا عمر ما يشوف واحد يبكي أو متألم إلا لازم يعرف الخبر، ما يترك أحد من الرعية، بل يقول لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها. بغلة مو رجل. قال ما شأنه؟ قالوا هذا رجل وزوجته كبير بالسن، وزوجته العجوز، كان لهما ابن اسمه كلاب ذهب للجهاد، كان من أبر الناس بهما، راح الجهاد. في أي سرية؟ سرية يا عمر التي أرسلتها أنت، اللي أرسلت السرية. طيب عمر جدره، وكان الشاب بارا بأمه وأبيه وما عندهما غيره، ومن شدة بكاء الأب أبيضت عيناه على ابنه. سمع يوم من الأيام صوت الحمام فأخذ يقول شعرا، شوف الأب شنو قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو قبل الكتابا، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك لا تسيغ لها شرابا، تنفض مهده شفقا عليه، وتجنبه أباعرها الصعابا،
فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يلتمس السراب. بعدين حول الرجل على منه؟ على عمر. كل شيء يحطونه برأس عمر، يدرون عمر ما يترك أحد، إذا واحد اشتكى على طول لازم، فعلى طول يوجهونها حق عمر. فقال الرجل: فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم سواد قلبي بانفلاقي، سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساقي، وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى بقاقي، إن الفاروق لم يردد كلابا إلى شيخين هامهما زواقي. إذا ما يرجع لي كلاب راح ندعو عليه. سهو ما أدرى عمر، عمر قال: نادوا لي كلاب، هذا روحوا إلى السرية ورجعوا لي كلاب. فإذا بالرسول يذهب، دخل المعركة. أين كلاب ابن أمية؟ أين كلاب ابن أمية؟ قالوا: هذا. قال: أمير المؤمنين يريدك. شبي فيني أمير المؤمنين؟ قال: نعم. ركب بسرعة، قال: ادخلوه عليه مباشرة. ادخل على عمر. قال: أبوك أمية؟ قال: نعم. قال: ما كنت تصنع له ولأمك؟ قال: كنت أبرهما، كان بار خلوق، وكنت لأغبق قبلهما أحدا، ما حد يأكل قبلهم، ما حد يشرب قبلهم، وكنت إذا أردت أن أحلب لهما كنت أغسل الضرع وأبرده ثم أحلب لهما ولا أذوق شيئا قبلهما. شوف البر. قال: فإذا رأيت أباك فلا تتكلم وافعل ما تفعله كل يوم. قال: سمعا وطاعة. نادى الناس عمر في مجلسه، جلس الصحابة، وإذا بأمية ناداه عمر، قال: ائتوني بأبي كلاب، خليجي. جاء أمية فسأله عمر، قال: يا أبا كلاب. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: أتشتهي شيئا من الدنيا؟ تبي شيء من الدنيا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ومثلي ماذا يريد منها؟ لا شيء، شبي من الدنيا. قال: بل تشتهي شيئا؟ قال: لا. قال: بل تشتهي يا أبا كلاب؟ قل. قال: نعم، اشتهي شيئا واحدا. قال: وما هو؟ قال: ابني، اشتهي ابني كلاب، أضمه ضمة وأشمه شمة ثم أموت، بس أبي أشوف ولدي، أبي أضم ولدي وأشم ولدي ثم أقبله ثم لي أموت. فسكت عمر والصحابة سكوت، وأشار عمر إلى كلاب أن احلب، فذهب إلى الناقة وحلب ووضعها في إناء، وأشار عمر إليه أن اسقي والدك، وأبوه ما يدري. فذهب، قال يا عمر، يقول: يا أبا كلاب. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اشرب. فوضع الإناء عنده، وأخذ أبو كلاب يشرب فتوقف. قال: ما لك؟ قال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: ابني. قال: ما شأنه؟ قال: إني أشم رائحة ابني. يشم رائحة ابنه في الإناء، في اللبن الذي يشربه، في اليد التي أعطيت. الأب يعرف ابنه من بين كل الأولاد، والأم تعرف ابنها ولو من عشرات الأمتار. قال: ابني أشم رائحته. قال: إنه ابنك يا أبا كلاب، إنه ابنك. فانكب كلاب على أبيه وأخذ يقبله ويشمه، ويبكي الأب ويبكي الابن ويبكي عمر ويبكي الصحابة كلهم. عمر صاحب القلب الواسع، عمر صاحب القلب الرحيم. عمر يوم من الأيام جاء رسول كسرى، رسول فارس، شوف مو أي واحد، قال: وين أميركم؟ وين اللي هز الدنيا هذه؟ قالوا: ابحث عنه في المسجد. دخل المسجد، حين هذا الرسول لابس لبس سفير. قال: أين؟ دخل المسجد. قال: أين أميركم؟ أين ملككم؟ قالوا: ما ندري. فخرج واحد مع الصحابة معه يدور عليه، قال: ها هو ذا. قال: أين؟ قال: الرجل النائم تحت الشجرة. قال: أتسخر مني؟ قال: لا والله، هذا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال: هذا النائم تحت الشجرة لوحده في الظل؟